مساك الله بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا وسهلا. حياك الله اخويا، مرحبا. الله يسلمك، حياك الله. من معنا؟ معك عمر الشحي من سنتر. عمر الشحي، يا مرحبا وسهلا فيك الاخ عمر. حياك الله، سهلا. تفضل عمر. بس نتكلم بخصوص قرار وزارة العمل بالتعميم والإحلال. لأن اللي لاحظناه الفترة هذه أن في قرار صدر قبل فترة بخصوص إحلال بعض الوظائف الإدارية والمالية. نعم. لكن نستغرب أن الوزارة يعني قسم التفتيش متجاهلين مسألة الإشراف على تطبيق هذا القرار، يعني واستغرب من هذه النقطة. مع العلم يعني في بعض من الشركات الحين جالسة تجيب موظفين من الخارج وافدين وتوظفهم بوظائف مالية وإدارية. ولكن هم جايبينهم بمسميات أخرى. بمسميات أخرى. يعني هذا شكل من أشكال التحايل على القرار. التحايل على القانون. طيب حاولنا أن نحن نبلغ الوزارة بهذا الشيء، يعني ما في أي استجابة بخصوص هذا الموضوع. وللعلم يعني حتى لما الشركة تعرف أن الموظف قام بخطوة مثل هذا الشيء أو قام بالإبلاغ، يتم محاسبة الموظف على هذا الشيء وإعطاء عقوبات يعني للأضرار فيه. نعم. فلما ترجع للشركة للوزارة مرة ثانية وتقدم شكوى رسمية أنك أنت تطالب بحق من حقوقك في الوظيفة، إذا تنصدم بعد فترة، هذه نقطة ثانية طبعا، تنصدم بعد فترة أن الشكوى هذه تم إلغائها بدون علم المشتكي وعدم حضوره حتى الشاكي عليه. ولما بيوصل الموضوع هذا للشركة، على ضوء هذه الشكوى الشركة تيك وتتخذ إجراءات بحق هذا الموظف. ليش يعني الشركة يعني تعرف من اللي مشتكي؟ ما هم يقولوا هذه البيانات تكون في غاية السرية، يعني ما ينعرف. ما شيء غاية سرية. على أي أساس تم إلغاء الشكوى وبعدها بكم من يوم تم طلب من الموظف الحضور للإدارة ومواجهتها بنقاط يعني غريبة عجيبة ما حط راها من قبل، يو فجأة طلعت. ومن خلال الحديث إيه يقول لك أنك أنت مقدم شكوى كذا 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 كذا. طيب هذا حق من حقوقي، إذا كنت أنت كمدير موارد بشرية من الواجب أنك أنت تطبق القانون، لكن هو يقول لك أن أنا جاي أطبق القانون وهذا مخالف للقانون العمل وكذا كذا وأنا بخالفك عليه. طيب من يخالفك أنت على تجاوزاتك؟ يعني قصدك يعني هنا يجب أن يكون دور فاعل لوزارة العمل في التعامل مع هكذا يعني بلاغات أول شيء، ثاني شيء أنه المفروض يقوم هم بدورهم في التفتيش بأنهم يقوموا يعني أنه قرارهم اللي أصدروه فاعل. يعني هذا بالضبط. يعني في نقطتين، هم قرارين صدروا بنفس الفترة، اللي هو قرار تحديد الرواتب الأجور 325، نعم، والقرار الثاني لإحلال التعميم الوظائف الإدارية والمالية. بخصوص القرار مال تحديد الأجور، تم تطبيقه بالحرف في نفس الشهر. طيب. لكن اللي هو الإحلال والتعميم الوظائف هذه الإدارية والمالية، نشوف أن تم تجاهلها بالمرة، ولا زالت الشركات تجيب لكم موظفين من الخارج وتي توظفهم بهذه الوظائف بمبالغ برواتب كبيره، يعني وتي للمواطن تعطيه راتب 325 يقول لك هذا قانون العمل ما نقدر نتجاوزه نحن عندك. نعم، لكن هذا التحايل على مرأة ومسمع الجميع. انا كذا بالضبط الان يجيبه بوظيفه ويشغله في وظيفه ثانيه، بوظيفه مدير، ما يجيبه بوظيفه عاديه، لا بوظيفه بضائع، يجيبه بوظيفه مدير ويشغله ايش؟ لا يجيبه بوظيفه، يجيبه بتاشيره عامل ويوظف بوظيفة مدير اللي هي المفروض يكون يعني فيها عماني. لازم يكون فيها عماني. بأبسط النقاط من الممكن أنكم أنتوا تراجعون هذا الوافد، يعني في يكون على الأقل لجنة تختص بمراقبة هذه العمال، شو راح يتم توظيفهم بهذه الشركة، كم الرواتب اللي يستلمونها، ويحاولوا أنهم يراقبون هذه الآلية على الأقل. لما يتم بعد نقطة ثانية، لما يتم توظيف كوادر عمانية في الشركات مثل هذه، يتم مراقبتهم من أول ما يتم توظيفهم، آلية تطوير الموظف هذا حتى لو كان هو عنده نقص بشيء معين مثلا، يكون في خطة تطوير لهذا الموظف. الحين مثلا أنا أكلمك بطريقة عن نفسي، 4-5 سنوات أنا في شركة مكاني لازلت، لكن الوافد يجيني من برا يتم تطويره ويحصل ترقية على كل سنة مرتين أقل شيء،
ويترفع والمواطن يانس. وين دور الوزارة بهذا الجانب؟ ليش ما يتم مراقبة هذا الوضع؟ نعم. يعني ينتظرون الموظف يروح يشتكي لهم. طيب أنا يومية اشتكيت ما شكوتي لغت. نعم. بدون أي مبرر. بدون أي عذر. نعم. طيب هذا الشيء. طيب عمر، هذا يعني إن هناك في خلل معين في التعامل مع هذا الوضع في المكان اللي أنت رحت له بالتحديد. وبالتالي الرسالة الآن إلى وزارة العمل إنه ما مدى تأكدكم أن مديرياتكم في المحافظات جالسة تشتغل وفق الآلية اللي أنتوا رسمتوها، وفق القرارات اللي أنتوا أصدرتوها، وفق الفاعلية كذلك المطلوبة من تطبيق جودة القرار. نعم. القرار تفعيله. نعم. لأن هذا الشيء، هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية، أنتوا هدفكم بهذا القرار أن الباحثين عن عمل يتم توفير لهم وظائف. نعم. لكن في هذه الحالة ما راح يتم توفير أي وظائف إلا الوظائف الدنيا. نعم. لهم. عمر، يعني انت ضررت بشكل مباشر من هذا الموضوع اللي بشكل مباشر. زين، طيب خليك عمر، يعني خليك على الخط، يمكن زميلنا قاسم بياخذ منك شويه بعض البيانات ونحن نحيلها مباشره لوزاره العمل يتواصل معك بشكل مباشر، لان الموضوع شاكر لك ما. في تفاصيل شويه محتاجه شيء من الدقه ما نبغى نكشفها على الهواء. طيب ان شاء الله. اكيد واجب. شكرا. الله يسلمك. اذا الموضوع اللي يتكلم عنه عمر خطير، يعني حقيقة إذا كان يعني وفق التفاصيل اللي هو ذكرها، إذا اليوم الجهة المعنية بتطبيق قرار معين وهي اللي أصدرتها وحدها، ولكن يعني ما تحقق الفاعلية من تطبيقه، ومثل ما ذكر هو أنه حتى بيانات المشتكي تكشف أحيانا للشركة بطريقة أو بأخرى، فيمكن على وزارة العمل أنها تراجع يعني بعض الجوانب هذه. مسندم هو يتكلم عن محافظة مسندم، يفضل انه التفاصيل تأخذ من عمر مباشرة، يعني يفضل.